السلام عليكم، معكم العمراني ابتسام، مقاولة في مجال النجارة من جهة فاس مكناس. الإنجازات ديالي أنني أنا مقاولة في مجال النجارة اللي كانت حكر على الرجال. حاولت أنني من بعد ما خديت جائزة ديال صناعة بلادي في 2014 أنني ندير مقاولة ديالي في مجال النجارة ونشجع النساء ومقاولة الشباب أنهم تهما يدخلوا معايا في هذه الحرفة هذه اللي كانت كما كنقولوا حكر على الرجال. والحمد لله خديت جوائز على الصعيد الوطني، كنشارك في معارض دولية وطنية ومحلية كذلك. ودابا حاليا أنني كبرت المقاولة ديالي، عندي دي ماشين، عندي يعني معايا بنات هما، معايا نقاشة، معايا نجارة، يعني كونت بنات ودخلت هما لهاد الحرفة هذه اللي ما بقاتش كما كنقولوا حكر على الرجال. ومن هذا المنبر أنني كنحيي المرأة المغربية وكنقول لها أنها يعني تبقى قوية وتتحدى أي صعوبات وتسير يعني المشاريع ديالها. وكنحيي المرأة القروية بزاف لأنني أنا كندير واحد الدروس للمرأة القروية، يعني لا بانتيغ على الخشب هذه، يعني هذه المبادرة اللي درت معاهم عجبهم الحال بزاف. ومن هذا المنبر ديال عيد المرأة كنحييهم بزاف وكنقول لهم كل عام وانتم بألف خير. من حبي للميدان النجارة كان يعني العائلة ديالي ما عندهاش علاقة بهذه الحرفة هذه. ثاني حاجة أنني أنا عندي يعني حب كبير للديزاين، الاختراع، الابتكار، ما بقاوش داك الشيء يعني داك الشيء القديم، يعني داك الشيء علاش أنني أنا تمسكت بها حتى لهذ الدرجة هذه وحاولت نعطي فيها وباغا نزيد نعطي فيها ان شاء الله. بخصوص ان اليوم عيد المراه ما بغيتش نتذكر العراقي، لحقاش عراقي المشاكل كثيره بزاف ولكن تحديناها الحمد لله. يعني اذا جينا نذكروها غادي نذكروا ماساه ومشاكل كبيره. يعني دابا حاليا حنا محتفلين نتفكروا على الحاجه المزيونه. هو يعني كما قلت لك يعني فاش تخرجت من التكوين المهني يدك العراقيل اللي لقيت، يعني اون فوا كتاخذ شي تروفي ولا شي جائزه انها كتحمسك باش انك تزيد تطور وتزيد لقدام. يعني هي اللي كتحمسني وكتعطيني واحد الدفعه، كذلك التشجيعات ديال الناس كيشجعوني، ديك التشجيعات ديالهم ولا داك التروفي كيزيدني انني انا نزيد نكافح ونزيد نستمر ونزيد نبين على القدرات ديالي، لانني انا في الجعبه ديالي كثير وبابا نزيد نبين. يعني هذيك الكلمات ولا داك التروفي كيعطيك واحد يعني كتفادى داك يعني ديك المشاكل ولا داك العرق، ما تيبقاوش يبانوا لك، يعني تيبان لك الطريق راها مزيونه، يعني خاصك تكمل، خاصك تساير، هادشي اللي كاين. ثاني حاجه ان فاش كيدخلوا عندك شابات مقاولات يقول لك تنفتخروا بيك وما كرهناش نكونوا معاك، حتى هذيك الكلمات كتزيد تشجعك يعني باش تزيد القدام وباش انك تكون ديما يعني ديما تكون تقول الاول. النصيحه ديالي انا للشابات ولا للمراه انهم يعني يتمسكوا بالحلم ديالهم، حتى حاجه ما تبان لهم يعني حد حاجز، ما كاين حتى شي حاجز. الا حيدتي الحاجز من هنا يعني راه الطريق راه ساهله، راه مفتوحه. يعني تشبتوا بالحلم ديالهم، تكون عندهم واحد الاراده قويه، يكونوا قويات، لانك فاش كتكون قوي كتحدى اي صعوبات. والمراه المغربيه معروفه عليها انها هي اللي دخلت لشي حرفه ولا شي مجال انه كتزيد به القدام وانها كتوصل به.